السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني احلى اخوات في الدنيا كلها. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ولا من دعمكم ليا ولا من وقفتكم جنبي يا حبايبي ولا من الكومنتات الجميلة اللي انت على طول بتكتبوها لي. ربنا يجازيكم كل خير. احب ارحب باخواتي من داخل مصر وتشمل جميع محافظات مصر، واحب ارحب باخواتي من الدول العربية، لبنان وبيروت وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس والعراق وسوريا والكويت والسعودية وأي دولة عربية بتتابعني على عيني وعلى راسي. وأحب أرحب بالدول الأوروبية، أمريكا وفرنسا وباريس وألمانيا وبلجيكا وأسبانيا وأي دولة أوروبية بتتابعني على عيني وعلى راسي. أي دولة بتتابعني في العالم كله على عيني وعلى راسي. أحلى أخوات في الدنيا كلها، أي أخ أي أخت، ربنا يجازيكم كل خير وما يحرمنيش منكم. بعتذر لو في حاجه في الصوت، معلش عشان انا تعبانه. ربنا يشفيني يا رب ويشفي كل مريض. ادعوا لي يا حبايب قلبي. واحب اقول لكم يا حبايب يا ريت ما تنسونيش في البصمه. ربنا يجازيكم كل خير. اللايك، حطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا، ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد من قناه يوميات ام نيلي. بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله بسيطه جدا وسهله، وهي المكرونه بالصلصه. هنعمل النهارده مكرونه بالصلصه. احنا قبل كده عملنا المكرونه المحمره، وهنعمل النهارده اللي بالصلصه، بس مغيرين. بنحب الاسباجيتي، الولادي عندنا بيحبوا الاسباجيتي، فجايبه مكرونه اسباجيتي. هنعمل اسباجيتي، ومعانا طماطم عصرينها ومصفينها كويس، ومعانا فص توم واحد فارمينه، ومعانا البهارات بتاعتنا شويه فلفل اسود وشويه بابريكا عشان لون الطماطم، وشويه شطه حسب الرغبه، وشويه ملح، ومرقة دجاج اختيارية، وشوية سكر عشان حموضة الطماطم. المقادير تاني يا حبايب قلبي: فلفل اسود وشطة وبابريكا وملح وشوية سكر ومرقة دجاج وفص ثوم مفروم وطماطم وكيسين مكرونة اسباجيتي. عندك بقى قلم صغيرة، اي حاجة مقصوصة اللي انت بتحبيها. وعندنا هنحط حلة مية تغلي على النار، وهنحط شوية ملح وشوية زيت فيها، واول ما تغلي هننزل بالمكرونة. كل حاجة هتشوفوها معايا خطوة بخطوة. وهندخل دلوقتي على العمل عشان نشوف هنعمل مع بعض ايه. اهم حاجه ما تتخطوش الاعلان، بالله عليكم يا حبايب قلبي، بالله عليكم ما تتخطوش الاعلان. ربنا يجازيكم كل خير. ودلوقتي هنشوف هنعمل مع بعض ايه خطوه بخطوه يا حبايب قلبي. ورجعت لكم يا حبايب قلبي. وادي الميه بتاعتنا غلط، حطينا ميه وغلط، وحطينا شويه ملح وشويه زيت، وهننزل بالمكرونه بتاعتنا. طبعا انا كلامي لعرايسنا الجداد وبناتنا اللي ما كانوش بيساعدوا ماما وبيدخلوا المطبخ، دي حاجه سهله جدا وبسيطه، كله بيعرف يعملها. مكرونه بالصلصه عاديه، مش محتاجه اي افتكاسات، بس هي دي طريقتي في اعمال المكرونه بالصلصه. هنقلبها وهنسيبها تغلي، وهنعمل مع بعض الصلصه بتاعتها على العيني التانيه عشان ننجز في الوقت، ما اطولش عليكم الفيديو يا حبايبي. كده هنسيبها تغلي، وبالف هنا وشفا الكل يمشي على الخطوات والمقادير بتاعتي. حطينا حله على النار سخنت يا حبايبي، وهننزل بالماده الدهنيه زيت، يفضل زيت اهو، شوية زيت محترمين كده. اول ما يسخنوا هننزل بالطماطم بتاعتنا، طبعا غسلناها وعصرناها وصفناها عشان اي شوائب اي بذر اي حاجة فيها. هننزل بالطماطم بتاعتنا كده زي ما حضراتكم شايفين بس يا حبايبي. وبعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا، هنجيب التوابل ننزل بيها. ورجعت لكم يا حبايب قلبي. ادي التوابل بتاعتنا: بابريكا وملح وشطه وفلفل اسود وسكر عشان حموضه الطماطم، اهو زي ما حضراتكم شايفين. وهننزل بمرقه الدجاج، اللي حابب يحطها يحطها، اللي مش حابب براحته، اهو زي ما حضراتكم شايفين. كل حاجه ماشيين مع بعض خطوه بخطوه اهو يا حبايبي. وهننزل بفص الثوم، بيفرق في طعم المكرونه اهو زي ما حضراتكم شايفين. وهنقلب وهنسيبها تستوي بقى مع بعضها، وبعد كده هنشوف هنعمل مع بعض ايه. ومعانا المكرونه على العين التانيه، معانا المكرونه اهي بتغلي على العين التانيه يا حبايب قلبي. واول ما هنصفيها هنشوف هنعمل مع بعض ايه يا حبايبي. كل حاجه ماشيه مع بعض خطوه بخطوه. اهم حاجه ما تنسونش في اللايك وما تتخطوش الاعلان، بالله عليكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها. ورجعت لكم حبايب قلبي. وادي المكرونه بتاعتنا استوت وصفيناها زي ما حضراتكم شايفين، واحده من واحده مفلفله، مش معجنه ولا اي حاجه يا حبايب قلبي. بالف هنا وشفا الكل يمشي على الخطوات والمقادير بتاعتي.
ورجعت لكم حبايب قلبي. وادي الصلصه بتاعتنا خلاص استوت زي ما حضراتكم شايفين اهي. وهنحط المكرونه، هننزل بالمكرونه بتاعتنا نحطها في الصلصه، وبعد كده نشوف هنعمل مع بعض ايه. نحطها في طبق التقديم. بالف هنا وشفا الكل، يمشي على الخطوات والمقادير بتاعتي يا احلى اخوات في الدنيا كلها. اهم حاجه ما تتخطوش الاعلان بالله عليكم، وما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي. ورجعت لكم حبايب قلبي، ونزلنا بالصلصه على المكرونه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. بالف هنا وشفا الكل، يمشي على الخطوات والمقادير بتاعتي يا حبايبي. اهو عايزه تتقلب كويس زي ما حضراتكم شايفين يا حبايبي اهي. بالف هنا وشفا طلع ما شاء الله مفلفله معانا، مش معجنه ولا اي حاجه. امشوا على الخطوات والمقادير وان شاء الله تطلع معاكم زي الفل وزي العسل. بالف هنا وشفا حبايب قلبي زي ما حضراتكم شايفين. هنحطها في طبق التقديم وهوريها لكم. خلاص هي كده خلصت يا حبايبي. بالف هنا وشفا، احلى مكرونه بالصلصه دي ولا ايه؟ عشان من ايد المونيلي طبعا اهي. بالف هنا وشفا حبايب قلبي. ورجعت لكم حبايب قلبي، وادي شكل المكرونه بتاعتنا اهي استوت. المكرونه بالصلصه، هي الاضاءه ظلماها على فكره، هي مليانه صلصه. بالف هنا وشفا الكل، اللي يمشي على الخطوات والمقادير بتاعتي، وطالعه مفلفله ومش معجنه ما شاء الله. كلامي طبعا لعرايسنا الجداد وبناتنا اللي لسه بيتعلموا الطبخ سنه اولى طبخ. طبعا المكرونه بالصلصه دي كل الناس بتعرف تعملها، بس انا كلامي للمبتدئات وللشباب المغترب اللي قاعد بره سايب بلده يعرف يعمل شويه مكرونه حلوين ياكلهم. بالف هنا وشفا الكل، يمشي على الخطوات والمقادير بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجه ما تنسونيش في اللايك البصمه، ربنا يجازيكم كل خير. ولو ما اشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا، وتفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد من قناه يوميات ام نيلي. بحبكم في الله احلى اخوات في الدنيا كلها، هتوحشوني للفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.